تسلم حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي وسعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية وسفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة حيث كان في استقبالهم سعادة رئيس المراسم الملكية. فقد وصل إلى قصر الصخير سعادة الدكتور محمود براهم سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أوراق اعتماد سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبادل سموه مع السفير الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد هون سان كو سفير جمهورية كوريا وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتسلم صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية كوريا مشيدا بما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من تقدم ونماء مستمر متمنيا سموه للسفير التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد إيريك جيروم تريم سفير الجمهورية الفرنسية وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.
وتسلم صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أوراق اعتماد سعادة سفير الجمهورية الفرنسية، وتبادل سموه مع سعادة السفير الكلمات الترحيبية، مؤكداً حرص مملكة البحرين لمواصلة البناء على ما تحقق في مسارات التعاون الثنائي المشترك مع الجمهورية الفرنسية الصديقة. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند، وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وقد تسلم صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية الهند، مشيدا سموه بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، ومتمنيا للسفير التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية بما يعزز علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد أليستر لانغ سفير المملكة المتحدة، وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتسلم صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أوراق اعتماد سعادة سفير المملكة المتحدة، مشيدا سموه بالتقدم والنماء المستمر في مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. وقد نقل سموه حفظه الله للسفراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لرؤساء دولهم، وتمنية جلالته للسفراء بالتوفيق في مهام عملهم الدبلوماسي بما ينمي ويعزز التعاون بين مملكة البحرين ودولهم، وتمنياته لدولهم لمزيد من التقدم والازدهار. فيما نقل السفراء تحيات وتقدير رؤساء دولهم إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، وأخلص تمنياتهم بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولهم بمملكة البحرين في مختلف المجالات، فيما أبلغهم سموه نقل تحياته إلى رؤساء دولهم.